كنا نخدموا مثل الفدائيين، نوصلوا سلعه، نوصلوا الجنود، نعسوا الجنود، نطيحوا البطوات، نحرقوا مثل الفرم تاع كونون. هذه الخدمه يعني الجندي جا توصلوا، برياد جاي توصلها، نطر دب راسك وحدك، تروح من نقولوا من راس الواد وحدك، تروح مثلا نقولوا هذه كلهم بجابها واحد صاحبي، هي و500 ولا قرطاس وبراوات وهيك. قال لي راح عندنا 15 يوم وحنايا في العمارة هذه، عطى لي يعدي ناس نيته ثانية، لي جيت ماشي انا والله ما مشيت، يجي واحد 800 متراز نلقى بروحي في السماء طالع، طلع هذا مقروط جاي منه، هذا دقدق ها واحد شوف هذا هو. هزنا العسكر، راحوا الجماعة قالوا يا ودي راه سارح وما شافش هذا كورونا، تلطات عليه، جا العسكر هزنا ذينا للسبيطار، صبح السيسي البو، كان ما لحق السيسي البو كان داوني طول البير، ما طمعناش الواحد بلي يلحق هذا النهار وحال، والحمد لله لحقنا وشفنا. اليوم جينا باه نكرموك المجهود اللي بذلته انتوما و ان شاء الله ان شاء الله. صحي صحي جبنا لك معنا كادو، كثر خيركم. صحي ربي يحفظك ويطول عمرك ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. ما طمعناش نلحقوا لهذا النهار ولحقنا الحمد لله.